قصة الأحزان فاطمي لصاحب الزمان من غير قبرين فاطم زكية فأصبح الضلعو لنا ايه من بعد طول الدغر وسنين من بعد موت المصطفى الأمين من بعد طول الدغر وسنين من بعد موت المصطفى الأمين أوقفني وهزني حنيني أوقفني وهزني حنيني وشاهدت دار الهدى عيوني يصيح صوت خلف باب الدين يصيح صوت خلف باب الدين إليك يا فضة أسنديني إليك يا فضة أسنديني قد سقطت فاطمة ضحية قد سقطت فاطمة ضحية فأصبح الضلع لنا هوية الباب تروي الباب تروي قصة الأحزاني من فاطم لصاحب الزمان من غير قبر من غير قبر فاطم الزكية فأصبح الضلع لنا للشاعر الدكتور أحمد العلياوي من بعد طول الدهر وسنيني من بعد موت المصطفى الأميني أوقفني أي والله هلا أوقفني وهزني حنيني أوقفني وهزني حنيني وشاهدت دار الهدى عيوني يصيح صوت خلف باب الدين يصيح صوت خلف باب الدين إليك يا فضة أسنديني وينك إليك يا سقطت فاطمة ضحية سقطت فاطمة ضحية فأصبح الضلع لنا هوية الباب تروي قصة الأحزان من فاطم لصاحب مدها مدها من غير قبر فاطم الزكية فأصبح الضلع لنا فدوى أروح لك إيه الباب ماتت باشتعال النار الباب ماتت باشتعال النار واحمر من حزن تراب الدار واحمر من حزن تراب الدار فاطمة تقتل في النهار فاطمة تقتل في النهار فصاحت الباب على المسمار فصاحت الباب على المسمار لا تطعنن بضعة المختار
لا تطعنن بضعة المختاري. فقال ليس في يدي قراري يا الله. فقال ليس في يدي قراري. بموتها ستغلق القضية. بموتها ستغلق القضية. فأصبح الضلع لنا. وينك الباب؟ الباب تروي قصة من فاطم لصاحب الغالي. الباب الباب احكي. الباب تروي قصة الغالي فاطم لصاحب الغالي. غير قبر فاطم هي الباب. ماتت باشتعال النار واحمر من حزن تراب الدار. فاطمة تقتل في النار. فاطمة تقتل في النار. فصاحت الباب على المسمار. صاحت الباب على المسمار. لا تطعنن بضعة المختار. فقال ليس في يدي قراري. فقال ليس في يدي قراري. بموتها ستغلق القضية. بموتها ستغلق القضية. فأصبح الضلع لنا شنو؟ الباب تروي. الباب تروي قصة الأحزان من فاطم لصاحب الجمال. صيح الباب. الباب تروي قصة فدوة فدوة روح لك من فاطم لصاحب الجمال. من غير قبر من غير قبر فاطم الزكية. فأصبح الظلعنا قوية. قد لبست ثوب الأذى والهم تخاطب الكرار يا ابن عمي. تخاطب الكرار يا ابن عمي. بعد بعد أعيد. تخاطب الكرار يا ابن عمي. إي سللت ضلعي في وجوه القوم. سللت ضلعي في وجوه القوم. سيفا به أدفع كل ظلمي. سيفا به أدفع كل ظلمي. عنك سيمضي يا علي نجمي. فاصبر على ما ساترى. الله الله يا أمير المؤمن. فاصبر على ما ساترى بجسمي. فاصبر على ما سترى بجسمي. واقتربت لفاطم المنية. واقتربت لفاطم المنية. فأصبح الظلع. فأصبح الظلع لنا قوية. الباب تروي. الباب تروي قصة الأحزان. الباب تروي عمي. الباب تروي قصة الأحزان. فاطم لصاحب الجمال. من غير قبر فاطم الزكية. فأصبح الضلع لنا قوية. أم
أبيها بضعة السماء كنت النبي غيمة الحياء يا فاطمة أم أبيها بضعة السماء كنت النبي غيمة الحياء جرح من التسبيح والدعاء تلبس ثوب الحزن والبكاء قد شيعتها سورة النساء يا الله قد شيعتها سورة النساء بعد بعد قد شيعتها سورة النساء تغيب من مقبرة الخفائي تغيب من مقبرة الخفائي هذا الذي أوصت به الوصية هذا الذي أوصت به الوصية فأصبح الظل على قوية الباب تروي الباب تروي قصة الأحزاني الفاطم اللي صاحب الجماني الباب عمي الباب تروي قصة الأحزاني فاطم اللي صاحب الجماني من غير قبر فاطم الوقار والحجاب ماتت بكسر الضلع والعذاب ماتت بكسر الضلع والعذاب قد كثرت أسئلة المصاب وما بهذه الأرض من جواب وما بهذه الأرض من جوابي فاطمة تئن في التراب فاطمة تئن في التراب بعد بعد فاطمة تئن في التراب ترقد في قبر من الغياب ترقد في قبر من الغياب ويشهد القبر على الرزية ويشهد القبر على الرزية وأصبح الضلع لنا قوية الباب تروي الباب تروي قصة الأحزان الباب الباب تروي قصة الأحزان فاطم اللي صاحب الزمان من غير قبر فاطم الزكية أصبح الضلع لنا هادي سيدة الوقار والحجاب الوقار والحجاب ماتت بكسر الضلع والعذاب ماتت بكسر الضلع والعذاب قد كثرت أسئلة المصاب قد كثرت أسئلة المصاب وما بهذه الأرض من جوابي وما بهذه الأرض من جوابي فاطمة تئن في التراب فاطمة تئن في التراب ترقى
يرقد في قبر من الغياب يرقد في قبر من الغياب ويشهد القبر على الرزية ويشهد القبر على الرزية فأصبح الضلع فأصبح الضلع شنو الباب تروي الباب تروي قصة الثاني الفاطم اللي صاحب الزماني الباب الباب تروي قصة الثاني الفاطم اللي صاحب الزماني اي من غير قبر من غير قبر فاطم الزكية يا صاحب الزمان يا إمامي إمامي يا صاحب الزمان يا إمامي يا آخر العصمة والكلام يا آخر العصمة والكلام أراك يا مولاي في الظلام أراك يا مولاي في الظلام بعد أراك أراك يا مولاي في الظلام عينك لا تقبل بالمنام عينك لا تقبل بالمنام فالضلع مكسور بكل عام فالضلع مكسور بكل عام فالضلع مكسور بكل عام لا تقبلن العذر من لآمي لا تقبلن العذر من لآمي أعداء جاهلية هوية الأعداء جاهلية فأصبح الضلع لنا هوية شنو هويتك الباب الباب تروي قصة الثاني الفاطم اللي صاحب الثاني ولا زهرائية الباب تروي قصة الفاطم اللي صاحب الزماني من غير قبر من غير قبر فاطم الزكية أصبح الظلم يا صاحب الزمان يا إمامي إمامي صاحب الزمان يا إمامي يا آخر العصمة والكلام يا آخر العصمة والكلام أراك يا مولاي في الظلام أراك يا مولاي في الظلام أي بعد بعد أراك يا عينك لا تقبل بالمنام عينك لا تقبل بالمنام فالضلع مكسور بكل عام فالضلع مكسور بكل عام لا تقبلن العذر من لآمي سمع سمع لا بعد ون حيدرية لا تقبلن العذر من إمامي مولاي هوية الأعداء جاهلية بعد بعد هوية الأعداء جاهلية فأصبح الضلع لنا هوية الباب تروي الباب تروي قصة
قصة الحكايم من فاطمة لصاحب الزماني بعد ولنا الباب الباب تروي قصة من غير قبر من غير قبر فاطمة الصفية فأصبح أفضل علنا قوية من غير قبر